تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية مع حجز كمية معتبرة من العملة الورقية الوطنية المزورة. العملية جاءت إثر استغلال معلومات تفيد بأن نشاط مشمول لحد الأشخاص والذي بعد الترصد له ومراقبة تحركاته تم توقيفه على متن مركب وبرفقته شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة إكستازي. بعد إعلام السيد وكيل الجمهورية والتحقيق مع المشتبه فيه تم تحديد هوية شريكه والذي بعد الترصد له ومراقبة تحركاته تم توقيفه على متن مركبة وبرفقته شخص وبحوزته كمية المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة إكستازي. بعد إعلام السيد وكيل الجمهورية والتحقيق مع المشتبه فيه تم تحديد هوية شريكه والذي بعد توقيفه قام بتحديد هوية ممولهم الرئيسي بالمؤثرات العقلية. بعد استصدار إذن التفتيش وتمديد الاختصاص بإحدى الدوائر المجاورة تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وبرفقته شخص آخر مع حجز كمية من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي مزور من العملة الوطنية مقدر ب 49 مليون سنتيم مشكل من أوراق من فئة 2000 دينار. العملية في النهاية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص.